تحية حقوقية للجميع، جميع القطارات، جميع المواطنين والمواطنات، باسم منتدى حقوق الإنسان للشباب المغرب مغرب. أولا تضامننا البدائي والمشروط مع الأخت فاطمة قرمات المعتقلة بالسجن المحلي بالمنتزه، والتي تقضي عقوبتها الحبسية مدتها شهر. نشجو وندين الظروف والمحاكمة غير العادلة التي تمت، والأجواء التي تمت في هذه المحاكمة، وهي أجواء تشير أن شيء ما كان هناك يطبخ وينمو في الخفاء. هذا الشيء يطرح أكثر من علامة استفهام، خاصة أن هذه السيدة تنتمي إلى أسرة اعتقل منها شابين وهما أخوي المعتقلة من طرف نفس الشخص، ودائما بنفس التهمة، وهي تهمة إهانة موظف. ونحن نستفسر عن هذه التهمة ونتساءل عن ماهية هذه التهمة، وكيف أن هذه التهمة تلبس ظلما وعدوانا لبعض الأشخاص من طرف نفس الشخص، خاصة أن مجموعة من الحقوقيين يرصدون ويتابعون أن شخصا ما في مكان ما يلبس هذه التهمة لمجموعة من الأشخاص الذين قرروا عقوبات حبسية بنفس التهمة. وهذا ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول تهمة إهانة موظف. ثانيا شهادة شهود، شهادة شهود بتتبعنا لملف المعتقلة فاطمة قرمات، شهادة شهود عجيبة وغريبة. هذه الشهادة عوني سلطة، أحدهما يقول إن السيدة قرمات فرت باتجاه باب عمالة إقليم تازة، والآخر يقول إن السيدة فاطمة قرمات هربت لما ضربت رجل السلطة، هربت باتجاه ساحة أحراش. هناك تضارب على مستوى المواقف، تضارب على مستوى شهادة الشهود، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام. ثالثا لم يكن حاليا بالسيد الوكيل العام أن يحرك الدعوة العمومية، على اعتبار أن السيدة فاطمة قرمات تقدمت بشكاية إلى الوكيل العام بمحكمة السناف، تتهم فيها باشا مدينة تازة وقائد الملحقة الإدارية رقم واحد، تتهمهما وبعض رجال السلطة تتهمهما بأنهم مارسوا العنف في حقهم، العنف المادي وليس العنف الرمزي، تعرضوا للضرب، تعرضوا للإهانة، تعرضوا للتحقير، إذا كان هناك عنف مادي وأيضا هناك عنف رمزي، السب والشتم وما إلى ذلك. هذه الشكاية تقدمت بها قلنا السيدة فاطمة قرمات ونهار حسن قرمات وزوجته وطفلهما والأستاذ سعيد العرج، مع العلم أن النيابة العامة لم تحرك ساكنا، وكان الأجدر أن تحرك الدعوة العمومية، على اعتبار أن السيدة فاطمة قرمات وهؤلاء الذين ذكرناهم معها هم كانوا السباقين، كانوا السباقين إلى تقديم شكاية لدى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف. ثم يأتي بعد ذلك القائد ويتهم السيدة قرمات التي كانت قد سبقته إلى تقديم شكاية، فتعتقل بظروف تطرح أكثر من علامة استفهام، أكثر من سؤال، الظروف التي تم اعتقال فيها السيدة فاطمة قرمات. ثم بعد ذلك تحاكم محاكمة نعتبرها كحقوقية محاكمة غير عادلة، أنه كان الأحرى الأجدر استماع الطرفين معا وتحريك الدعوة العمومية في ظروفها العادية حتى يتم الاستماع إلى الطرفين معا. وتم تغييب مسألة مهمة جدا، وهي أن السيدة قرمات تتوفر على شهود إثبات يثبتون أنها تعرضت للضرب، أنها تعرضت للتعنيف هي ومن معها. نجدد إدانتنا، نجدد شجبنا لهذه المحاكمات غير العادلة التي ترجع بنا مرة أخرى إلى سنوات الرصاص، التي كنا نعتقد أن المغرب قد قطع معها
مع الإنصاف والمصالحة، لكن مع الأسف مازالت هذه الممارسات مستمرة، وهو ما يتنافى مع دولة القانون، مع دولة حق القانون. شيء آخر هو أن هذه السيدة هي امرأة. قد كثر الحديث في الآونة الأخيرة على المناصفة وعلى المساواة وعلى تكريم المرأة وعلى حفظ حق المرأة وحفظ كرامة المرأة. نتساءل أين نحن من هذا التكريم؟ أين نحن من هذه الكرامة؟ أين نحن من هذه المناصفة؟ أين نحن من هذه المساواة؟ في ظل سيدة تتعرض للتعنيف، تتعرض للضرب، والشهود يشهدون على ذلك، وتقدم بشكاية ثم تعتقل، فالشاكي يصبح مشتكا به، والمجني عليه يصبح جانيا، والمظلوم يصبح ظالما. هذه مفارقات نتمنى أن يوضع حد لهذه الممارسات. كنا نعتقد أننا قطعنا مع هذه الممارسات، كنا نعتقد أننا بدأنا نلج باب الانتقال الديمقراطي لأبوابه الواسعة. مع الأسف هذه الممارسات ومثل هكذا التصرفات ترجع بنا إلى هذه السنوات البائسة، هذه السنوات العجاف التي قاس فيها المغاربة شيبا وشبابا ذكورا وإناثا. أنا نقول كفى، لكن مع الأسف يبدو أن رجال السلطة بمدينة تازة لهم رأي آخر في الموضوع، لهم تصرفات تشير بأن شخص معين له حقد دفين على المحرومين، على الضعفاء، على البسطاء، على الكادحين الذين يضحون من أجل لقمة عيشهم. مع الأسف هذه الممارسات غير مسؤولة، ممارسات ندينها جملة وتفصيلة، ممارسات مرفوضة من كبرنا كمنتدى، وأعتقد أنها مرفوضة من قبل جميع الحقوقيين، مرفوضة من قبل المواثيق الدولية، وهذا ما يسود صورة المغرب ووجه المغرب في المنتدبات الدولية. ومرة أخرى أجدد تضامننا كمنتدى حقوق الإنسان شمال المغرب، أجدد تضامننا المبدئي واللامشروط مع السيدة قرميد ومع كل المحرومين ومع كل المظلومين في هذا الوطن من طنجة إلى البويرة.